25 سنة مرت على افتتاح معبد النوبة أو متحف النوبة اللي موجود هناك في أسوان، وتابعنا مع بعض التفاصيل الصغيرة اللي في التقرير. وخلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بك. صباح الخير يا استاذه منى، وصباح الخير على مصر كلها، وكل عام وانتم بخير ومصر بخير وطيبه وفي امن وامان دايما وتقدم يا رب. اللهم امين. بدايه الاحتفالات وخطه الاحتفالات باليوبيل الفضي لمتحف النوبه، يعني ابرز برامج الاحتفال، انا عارفه انكم عاملين بروجرام كبير بيغطي اكتر من موضوع، سواء بقى في الموسيقى او في الرسم او في المشاركين اللي موجودين معاكم. الميزه في الاحتفاليه دي يا استاذه منى كده باختصار في الاول، ان هي جمعت جميع طوائف المجتمع الاسواني، جميع الادارات والجهات المعنيه شاركت في احتفاليه اليوبيل الفضي لمتحف النوبه. بمعنى اولا جامعه اسوان، سواء كليه اثار، كليه فنون جميله، كليه فنون تطبيقيه، كل الحاجات دي من جامعه اسوان، قصور الثقافه في اسوان بالكامل، نقابه الساده المرشدين السياحيين، غرفه شركات السياحه، منطقه اثار اسوان والنوبه، كل المحافظه، كل طوائف المجتمع شاركت. وده اللي بيأكد ان متحف النوبه مش الغرض منه مجرد ان انا بحط قطعه اثريه بس عشان يجي الزائر يشوفها بمجرد ليبل محطوط عليها، لا، متحف النوبه ادى الغرض الاساسي من المتحف، وهو نشر الوعي الاثري والوعي الثقافي بين جميع طوائف المجتمع سواء الداخلي او الخارجي. عشان كده بنقول ان متحف النوبه ده كان وما زال مناره، قلعه للعلم في مدينه اسوان. بالفعل بيتميز هذا المتحف يا استاذه منى بانه نقل الصوره الواقعيه للنوبه ومنازلها وتقاليدها داخل هذا المتحف، يعني قطع اثريه موجوده، تاريخ مصر كله بالكامل موجود، لا ده كمان في تجسيد للحياه النوبيه والتقاليد النوبيه جوه متحف النوبه، حتى لما بدا تاسيسه في عام 1986 وتم افتتاحه في عام 1997 في 23 نوفمبر، كان بيراعى فيه ان هو لابد ان يكون من مواد طبيعيه من البيئه نفسها اللي هي البيئه النوبيه، عشان كده المتحف ده ليه مميزات وليه خصائص تختلف عن اي متحف ثاني موجود في جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور عبد المنعم، عايزين اتكلم مع حضرتك عن باقي مظاهر الاحتفال ومستمره لكام يوم. الحمد لله رب العالمين، بدات الاحتفاليه من الامس بمشاركه كليه الاثار بتقديم عرض فرعوني جميل جدا، كان عباره عن معرض برضه لكليه الاثار نفسها للوحات الهويه البصريه، كان في معرض الفنانين التشكيليين في محافظه اسوان بالكامل، كان في بعض الفرق الشعبيه اللي ادت بعض العروض، وبعض المحاضرات اللي كانت على هامش الاحتفاليه نفسها زي محاضرات الفلك ومحاضرات مصر القديمه والمتاحف في مصر بالكامل. مستمره الاحتفاليه النهارده في قصور الثقافه في اسوان بعرض بعض الفرق الفنون الشعبيه نفسها، وبكره بالغد ان شاء الله تنتشر في مدن اسوان في كومبو وفي نصر النوبه وفي ضراو بعض الفرق الفنون الشعبيه احتفالا باليوبيل الفضي لمتحف النوبه. عشان كده لاول مره يمكن الاحتفاليه لها طابع خاص مستمر لمده 3 أيام متتاليه في محافظه اسوان عن اليوبيل الفضي لمتحف النوبه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، خبر يا محمد يمكن ما حدش كتير يعرفه، اختير متحف النوبه ضمن 5 متاحف في مصر، وهو اولهم يطبق فيه الرقعه الخضراء بالكامل في مؤتمر المناخ كوب 27. يمكن في ناس كتير لسه ما تعرفش الموضوع ده بسبب خاصيه متحف النوبه. عظيم. طيب يعني احنا عارفين ان احنا بنستعد لموسم الشتاء، واحنا عارفين بسبب الازمه العالميه هيكون موسم الشتاء شديد البروده وقارس البروده في مختلف الدول الاوروبيه، واحنا قدمنا يعني اتكلمنا في مصر عن ان احنا مستعدين لاستضافه كتير من السائحين اللي هيجوا ينبسطوا عندنا. احنا متخيلين ان متحف النوبه مستعد للموسم الشتوي ازاي مع يعني التوقع بزياده عدد السائحين اللي هيحضروا اسوان الفتره الجايه؟ عاوز اطمن الساده المشاهدين واطمن مصر كلها، الحمد لله احنا الموسم السياحي لم يتوقف عندنا خالص اطلاقا في هذا العام الحمد لله، وده بعد فضل ربنا الاستقرار الامني والسياسي الحمد لله في مصر والجهود المبذوله من وزاره السياحه والاثار والجهات المعنيه. الحمد لله متحف النوبه معد ومجهز تماما لاستقبال عدد كبير جدا من السائحين في هذا الموسم. وعايز اقول لحضرتك يا استاذه منى ان الحمد لله في الاقصر وفي اسوان، يعني الحمد لله يمكن الموسم ده احنا ما شفناهوش من 2010، الحمد لله رب العالمين، يعني كانت الذروه في 2010، احنا عندنا الحمد لله اكثر واكثر في هذا الموسم، ومتوقعين من المجهودات المبذوله حاليا من وزاره السياحه والاثار والقياده السياسيه ان احنا نستوعب قد العدد ده مره ثانيه ومرتين ان شاء الله. ده اللي بتعمل عليه الدوله دلوقتي كل طوائفها، ويمكن لاول مره منذ يعني من
اللي بقى لنا دلوقتي بتاع 5 سنين أو 6 سنين القياده السياسيه موجهه انظارها او لفت انظار العالم كله للسياحه والاثار في مصر، في اهتمام غير عادي سواء في المواقع الاثريه او في المتاحف على رسوم متحف النوبه. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبه، شكرا جزيلا لحضرتك.